اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله حصلت حاجه في بطه رجلها انكسرت. اي اي قمت الصبح لقيت رجلها مكسوره، ودي طبعا عملنا لها جبيرة بالقماش كده وبنزغطها فول وبنشربها، وكل فترة كده أي حد جاي هنا بيخليها تشرب كده. لكن الحمد لله كل حاجة كويسة. انكسرت ازاي أنا مش عارف، أنا قمت الصبح لقيتها مكسورة، بس بنتعامل معاها برضو وكويسة وماشية معانا حلو. الكلام ده امبارح. فانت معرض وانت بتربي التربية ديت لأي أشياء ممكن تحصل عرضية كده، زملاء حد داس عليها، هي اتزحلقت، مش عارفين هي انكسرت ازاي. فطبعا لأي حاجة تحصل زي كده علاجها سهل إن شاء الله، اللي انت هتضغطها حبة فول كل يوم وهتعمل لها الجبيرة اللي هي دي لحد ما تخف. ممكن تاخد لها اسبوع ولا حاجة وهصورها لك وهي كويسة ان شاء الله. بس ما تنساهاش في الاكل والشرب. عايز اوريكم كمان الاسهال، الحمام بتاعهم الحمد لله ما فيش فيه اسهال اهو. اهوت جامد، مفيش فيه اسهال. فدايما دي اهم حاجه في تربيه البط، انت عينك عليهم ما يجيلهمش اسهال. صور البط كده اهو، صحته كويسه قدامك، مفيش فيه عندوش كسل. لو البط اول حاجه بتزرع عليه يبقى كسول، يبقى كسلان، مش في طبيعته. في نهاية اللقاء لو عجبك الفيديو وانت مش مشترك في القناة اشترك فيها، ومتنسناش في اللايك والشير، وشكرا ليكم وإلى اللقاء.